بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدين قناه كويت سبورت، برنامجكم برنامج كروسفيت، معاكم كابتن حسين السعد. من خلال تمارينا في هذا البرنامج نطور نفسنا كلاعبين كروسفيت. احيانا تلاقون تمرين يكون في تمارين قوه انفجاريه، احيانا يكون تمارين يكون في تمارين او جدولنا يكون في تمارين تحمل، احيانا يكون في تمارين اندورنس او تطوير اللياقه البدنيه. لان لاعب الكروسفيت يلعب او يتعلم اكثر من مهاره زائد قوة بدنية زائد تحمل، فيحتاج أن الجدول يكون فيه مجموعة من هذه الأشياء مترابطة مع بعض بحيث أن أطور اللاعب بشكل كامل. فتلاحظون أن تمريننا دائما يكون عبارة عن Part A و Part B. Part A دائما إما أن احنا نتعلم فيه مهارة أو أن احنا نزيد فيه من القوة البدنية أو نطور من أنفسنا من خلال قوتنا الانفجارية أو الأرقام اللي نلعبها من خلال تطوير القوة البدنية. بارت بي دائما يكون في تمارين تساعدنا في زيادة اللياقة البدنية أو زيادة التحمل بشكل عام. إذن تماريننا تقريبا متنوعة وتطورك كلاعب الكروسفيت بشكل كامل. قبل ما نبدأ ونشرح تمريننا لحلقة اليوم أحتاج أنك تسخن جسمك. تسخين لحلقة اليوم راح يكون عبارة عن 400 متر جري في جولتين، بعد ذلك راح نروح حق الأجهزة ونسوي 15 كالوري رو 15 كالوري سكي في جولتين. الهدف من هذا التسخين فقط أن دقات قلبك تزيد، جسمك يسخن، يوصل الدم والأكسجين إلى العضلات بشكل كامل. بعد ذلك راح نبدأ تمريننا لحلقة اليوم. إحنا ماشيين على نسبة معينة، من خلال هذه النسبة قاعد نوزع الحمل التدريبي على اللاعب حتى يقدر يطور نفسه ويلعب أرقام جديدة ويقدر يزيد من القوة البدنية. وصلنا في حلقتنا اليوم أو في جدولنا اليوم إلى نسبة 100% أو الماكس اللي المفروض أن اللاعب يلعبه. لذلك Part A راح يكون في ماكس Deadlift وماكس Push Press. إذن أحتاج منك تسخن بشكل أفضل وتكون جاهز حق تمريننا اليوم. راح نبدأ من خلال الديدليفت، ممكن ألعب بار فاضي، بعدين أحط نسبة 50%، 60%، 70%، ألعب عدتين إلى ثلاث عدات لغاية ما أوصل إلى نسبة 90%. 90% راح ألعب ثلاث عدات، 95% ثلاث عدات، 100% راح ألعب عدة واحدة. طبعاً أنت المفروض من خلال هذا الجدول هذا التدريب وصلت إلى أعلى من 100% أو أعلى من الماكس مالك، لكن في حلقتنا اليوم أو جدولنا اليوم راح تلعب 100% عدة واحدة فقط حتى تكون جاهز للعب أرقام جديدة في الأسابيع القادمة بإذن الله. زين، شنو أهم الملاحظات اللي ممكن أقول لك إياها علشان تلعب وزن بشكل صحيح وتقدر ترفع أعلى وزن؟ رقم واحد بالنسبة للديدليفت، أول شيء أكون قريب من البار أو ملاصق للبار، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنا مخير ما بين أني أمسك ميكس جريب علشان يكون الجريب مالي قوي أو أني أمسك كلين جريب حسب اللي أنا أقوى فيها. رقم اثنين، أحاول أنزل وأستخدم عضلات الفخذ. نشوف بعض اللاعبين لما يبدأ يلعب ديدليفت يكون الهب مرتفع أو القدم مفرودة للآخر فيبدأ من هذا المستوى. طبعا هني انا ضغطت على عضلات الظهر بشكل كبير وما استخدمت عضلات الفخذ. عندي عضلات الفخذ عضلات اساسيه في هذا التمرين فلازم اني استخدمها، فاحاول اكون قريب من البار، انزل بالهب الى تقريبا 90 درجه، احافظ على الصدر الى اعلى، الكتف الى الخلف، اتخيل اني قاعد ادفع الارض الى اسفل واصعد فوق لغايه ما اوصل الى فول اكستنشن بالطريقه هذه. بعد ذلك أثني الركبة وأنزل نفس ما صعدت. راح نلعب مثل ما قلنا ثلاث عدات 90%، ثلاث عدات أو عدتين 95%، وعدة واحدة 100%. فخلونا نشوف الطريقة الصحيحة أو التكرار الصحيح لهذا التمرين. بعد ما ننتهي من تمرين ديدليفت ممكن ان احنا نرتاح من دقيقتين الى خمس دقائق حتى جسمك يعوض الاي تي بي او مصادر الطاقه اللي انت استهلكتها في تمرين ديدليفت ويرد يعبي مصادر الطاقه مره ثانيه. بعدين راح نلعب تمرين البوش بريس. تمرين البوش بريس انك انت البار يكون على الكتف، تدفع البار باستخدام القدم والكتف الى اعلى. شنو الاخطاء؟ بما ان احنا اليوم راح نلعب ماكس،
أو راح نلعب 100%، شنو الأخطاء اللي ممكن بعض اللاعبين يسوونها ما تسمح لهم يلعبون هذا الوزن أو يلعبون طاقتهم كاملة. رقم واحد، لما يشيل البار يكون البار نازل أو كوع يكون إلى أسفل ويكون ماسك البار، هذا راح يخليك تحمل الوزن على الرست وعلى الكوع وعلى الكتف وممكن يسبب لك إصابة. الأفضل أنك ترفع الكوع إلى أعلى وتخلي البار مستند إلى الكتف، يعني أنت مو ماسك، مو شايل الوزن بإيدك، البار فقط مستند على كتفك. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ممكن بعض اللاعبين ينزل نزلة بسيطة، لا، حاول أنزل أكثر عشان أدفع أكثر. رقم ثلاثة، لما أنزل ما تنزل إيدي، لا، أنزل فقط القدم اللي تتحرك عشان أدفع. رقم أربعة، أنزل بشكل مستقيم، أنا مسكر الظهر ومسكر لوح الكتف، ما أفتح جسمي لما أنزل، فبذلك راح أنزل إلى الأمام وراح أدفع الوزن إلى الأمام. لا، أحاول فقط القدم اللي تنزل أدفع الوزن إلى أعلى، بعد ذلك لما أنزل أنزل بالقدم حتى أستقبل الوزن من غير ما يصطدم بالكتف وممكن يسبب لي ألم. المهم، راح نسخن تقريباً بار فاضي 50 60 70، راح نبدأ نحسب من 90%، ثلاث عدات 95%، عدتين 100%، عدة واحدة، خلونا نشوف التكرار الصحيح. أعزائي المشاهدين، كذي نكون خلصنا بارت A وننتقل إلى بارت B من تمريننا اليوم. أعزائي المشاهدين، بارت B من تمريننا اليوم راح يكون عبارة عن every 4 minutes في 4 round، يعني عندي نافذة مدتها 4 دقائق، خلال هذه الأربع دقائق لازم أخلص تمرين ولازم يكون عندي وقت للراحة. الوقت هذا بحدود تقريبا دقيقة أو دقيقة ونص أو حتى نص دقيقة، إنه يكون عندك وقت حق تسوي ريكفري حق الجولة اللي بعدها، وراح يكون تمرين في 4 جولات. خلال هذه الأربع دقائق مثل ما قلنا راح أحاول إني أخلص أقل، راح نسوي فيها 50 مرة دبل أندر. إذا ما كنت تعرف دبل أندر فممكن تسوي سنجل أندر، الأفضل إنك تتعلم إنك تسوي دبل أندر، هذا راح يكون أفضل بالنسبة لك. حتى إذا يعني أفضل طريقة أنا أشوفها إن تتعلم فيها دبل أندر إنك تتعلم التايمينج. التايمينج إنك أنت مثلاً تحاول إن تمسك الحبل، تسكر عينك وتحاول إنك تنط أعلى وتحرك إيدك بشكل أسرع. كل ما طقيت الأرض طقتين فهذا يعتبر كأن الحبل مر من تحتك بالطريقة هذه. فتحاول أنك تتعود على هذا التوقيت. بعد ذلك حاول أنك تسوي سنجل سنجل دبل سنجل سنجل دبل، هذا راح تخليك تبدأ تتعلم الفرق ما بين السنجل والدبل، أنك أنت تأخذ جنب أعلى وتحرك إيدك بشكل أسرع. إذن 50 دبل أندر، بعد ذلك راح نسوي 15 دامبل سناتش تبادل، بعد ذلك راح نسوي 15 كالوري على الأسالت بايك. باقي الوقت، باقي الأربع دقائق نرتاح فيهم، متى ما انتهت الأربع دقائق أدش الجولة اللي بعدها لغاية ما أخلص 4 جولات. جهز ساعتك على 4 دقائق في 4 جولات، خلنا نشوف التمرين مع بعض.
أعزائي المشاهدين، أتمنى تحدينا لحلقة اليوم عجبكم. شوفكم في حلقات قادمة بإذن الله.